أعزائي مشاهدي تلفزيون الراي، أهلا وسهلا فيكم. لقائنا يتجدد معكم كل يوم جمعة الساعة 9:30 في برنامجكم GFC Gladiators Fighting Championship. أعزائي المشاهدين، ابتداء من حلقة اليوم راح نعرض عليكم تفاصيل النزالات، ونزال اليوم راح يكون النزال تحت 61 كيلوغرام. طبعا النزال راح يكون أندر كارد معناته أن اللاعب يلعب بدون تايتل، بدون الحزام. عندنا اليوم طبعا اللاعبين ناصر المطيري ويوسف شاشاعة. طبعا سعود، الجميع يعلم انه ناصر المطيري شارك في بطوله GFC 3 وكان اداؤه جدا مميز. هذا ثاني ظهور لناصر المطيري، طبعا هذه ادفانتج لناصر المطيري يحققها على اللاعب الخصم اللي هو يوسف شعشاعة، بما انه هو اخذ على جو القفص، اخذ على جو اللعب امام هذا العدد من الجمهور. يوسف شعشاعة طبعا هو لاعب صاعد وواعد في مجال الفنون القتاليه المختلطه، هذه اول مشاركه له. هو يمثل طبعا نادي اوربان تيم تحت المدرب الفرنسي سيرال. ناصر المطيري متخصص في الجودو بشكل اساسي، اتدرب في سترايك، اتدرب على الجوجيتسو. انا شفت لناصر المطيري اهتمام من قبل المدرب راشد براشد، وداه على كذا مدرسة لأنه يتعلم الاسترايك، يتعلم الجوجيتسو. نتوقع تحضيرات قوية في هذا البطولة. صالح، لو نرجع بالوقت GFC 3 لاحظنا أن ناصر المطيري كان لاعب متمكن، رغم أن تخصص جودو لاحظنا أنه متمكن بالاسترايك. فأعتقد أنا ناصر كان عنده فترة تجهيز جدا كبيرة، فأنا يعني إحنا ندري عارفين نتائج المباراة، بس أنه يعني حتى بالمباراة ناصر قدم أداء جدا كبير لاحظنا بالمباراتين أمانة. فشو تعليقك على أبيك بس صالح تعطينا تحليل المباراة؟ تمام. أول شيء ناصر المطيري أنا تكلمت سابقا أنه لاعب ذو خبرة، بما أنه هذا ثاني صعود له على قفص GFC. أيضا الريتش عند ناصر بما أنه طويل، طوله ما شاء الله 183 سنتيمتر، هذا يعطيه أدفانتج كبير على يوسف شعشاعة. يوسف شعشاعة إحنا مو لاعب غريب علينا، شارك في بطولة GFC Grappling وأبهرنا صراحة في أدائه، أخذ مركز نوعا ما متقدم، خصوصا أنه كانت هاي من أول مشاركاته. تعرفنا على يوسف شعشاعة انه ما راح يتورط في اللعب الارضي. الحين راح نشوف لعب يوسف شعشاعة في الاسترايك. طبعا ناصر المطيري احنا نتوقع منه يعني تحضيرات مختلفة عن GFC 3، لانه سعود اللاعب بعد اول مشاركة خلاص دخل جو الامامية، بدا يعرف ايش اللازم، الاشياء اللي لازم يركز عليها، بدا يدخل في 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 موضوع اللعب الشامل، يعني يلعب سترايك ويلعب جرابلينج. ناصر اتوقع منه في هذه البطوله انه يستخدم الريتش، لانه ما استخدمه في بطوله GFC 3، وهذا المفروض انه يستخدم ريتش الذراع وريتش الـ 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 الركلات بالقدم، لانه هذا الريتش ممكن يخلي اللاعب الخصم في مسافه انت تستطيع تضربه ولكن هو ما يستطيع يجاوبك، ويحافظ على منطقه يعني منتصف القفص. هذا اللي اتوقعه الجيم بلان. احنا ما نعلم ما هو التخطيط، ما هو الجيم بلان اللي حطه راشد براشد. يوسف شعشاعة بتدرب في آخر فترة، وكانت طبعا يعني خلينا نكون منصفين فترة محدودة تحت إيد المدرب الفرنسي. المدرب الفرنسي هذا سعود له قصة، هو يعني من أفضل المدربين اللي جلبوا من الخارج للتدريب الجوجيتسو، مدرب على خلق، مدرب ذو إنجاز. هو بطل فرنسا، هو تركي بالأصل وبطل فرنسا، له إنجازات كبيرة. اتكلمت معاه قبل البطوله بفتره وحكى لي انه اجاله يوسف شعشاعة في فتره قصيره قبل البطوله، ولكنه سيصنع منه بطل، سيصنع يعني من يوسف شعشاعة في هذه الفتره، راح يغيره، راح يخلي على الاقل يرسم له الجيم بلان اذا ما قدر انه ياثر على الستايل. طبعا صالح، لو وين نتكلم فكره ان صعود ناصر المطيري، هذه الصعود الثاني اعتقد هذا في نقطه ايجابيه ونقطه سلبيه، ان طريقة لعبة ناصر صارت مكشوفة بالنسبة حق خصمه، بالوقت اليوسف شعشاعة هذه أول صعود راح يكون له على الحلبة. أعزائي المشاهدين، عشان تعرفون أكثر عن اللاعبين تابعوا معانا هذا التقرير. يعطيك العافية. الله يعافيك. نتعرف عليك؟ يوسف شعشاعة. يوسف من وين؟ من فلسطين، غزة. والنعم فيك يوسف. نبي نعرف استعداداتك لهذه البطولة. والله الحمد لله مستعد، نترك الباقي على الله إن شاء الله. طبعا أتوقع أن هذه أنت أول بطولة تشارك فيها للجي أف سي، هذه تكون هي البطولة الرابعة بالكويت، لكن أول بطولة لك عدل؟ أيوة صحيح، أول بطولة لي.
زين، شلون تشوف يعني مميزات البطوله هذه، او شنو تمتاز البطوله هذه عن البطولات اللي انت كنت مشارك فيها قبل؟ والله ما شاء الله من المنظمين والجمهور كله ما شاء الله حلو 100% احسن من غيره. ممتاز. اللي عرفه يوسف انت اصغر لاعب مشارك في هذه البطوله، عدل؟ صحيح، 18 سنه. العمر كله، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق. الله يخليك، الله يسعدك. شكرا لك حبيبي. اللاعب ناصر يعطيك العافيه. الله يعافيك سلمك. طبعا انت اللاعب اللي راح يخوض النزال الاول مع اللاعب يوسف ششاع من فلسطين، عدل؟ ان شاء الله عدل. كلمنا عن استعداداتك للبطوله هذه. والله الحمد لله استعداداتي واجتهدت ان شاء الله، وكل مجتهد نصيب وجيب الله المطر. بالتوفيق ان شاء الله ناصر. بس نبي نعرف انت شاركت في بطوله الجي اف سي اللي فاتت، عدل؟ صح. وهذه ثاني بطوله تشارك فيها. صح. شنو اللي يميز البطوله هذه الجي اف سي الرابعه عن البطوله اللي قبل؟ والله اللي قبله ما كنت مستعد عدل، وهذا ان شاء الله اني استعداد طيب ان شاء الله. ان شاء الله اخوي ناصر نتمنى لك كل التوفيق، يعطيك العافيه. يعافيك سلمك حبيبي. نفس ما شفنا هذه اللحظات قبل النزال، هذه لحظات حاسمة اللاعب يكون فيها متوتر. وظيفة المدرب في هذه اللحظة التخفيف من هذا التوتر، لازم اللاعب يطلع ينسى الجمهور اللي حواليه، ينسى فترة الإعداد، ينسى أنه جاي علشان يفوز. لأنه اللاعب لما بس يحمل نفسه يعني هم أني أنا داخل علشان أفوز، راح أول ما يحط إجره على الحلبة راح تأخذ 40 على الأقل، أقل شيء 40% من الاستامينة تبعت اللاعب. فاللاعب لازم يدخل ريلاكس، متقبل النتيجة، يعني زي ما بيحكوا هاف فن، أنك تستمتع في البطولة. خلاص انتهى وقت التحضير، انتهى وقت التدريب، انتهى وقت الإعداد، الآن وقت أنك أنت تدخل في هذه البطولة. مهما تفكر ما راح يأثر، ولكن لازم تفكر على شيء واحد، أني أدائي يكون جميل، أدائي يكون مرضي، أدائي يكون مقنع. خصوصا أنه احنا شفنا ناصر المطيري أتيحت له هذه الفرصة، لأنه ما فاز بالجي اف سي 3 ولكنه عمل أداء ممتع، عمل أداء خلى الجماهير الطالب فيه. يعني هذا اللي احنا بنسعى للاعب، أنه اللاعب ما يدخل للفوز، مش دائما الفوز هو عبارة عن فوز، ولكن الأداء الجميل، الأداء الممتع اللي بيبين أن تعبك في التمرين تيجي تورينا إياه في خلال 15 دقيقة هاي، وتوريه لجماهيرك، راح تكتسب الكثير من الجماهير وأنها تحب تشوفك في البطولات القادمة. طبعا صالح، نفس ما ذكرت حضرتك أن طبعا اللعبة هذه الرياضة هي فيها فوز وخسارة. نعم. وبالنسبة حق اللحظات هذه أعتقد هي أصعب لحظات على اللاعب، ومن إيد فعل دور المدرب. صح. المدرب لازم يبث الثقة، يبث مثل ما تقول الحماس باللاعب قبل صعوده إلى الحلبة. أعزائي المشاهدين، بعد ما تعرفنا على اللاعبين خلونا نتابع المباراة. يوسف شعشاع. Get jazzy on that flight that you get on international. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport. ناصر المطيري. صقور سميا في السماء، صاهرات الخيل كانت مهدنا، وعليها قد توارثنا الإباء. نحن في الحرب وسود لا نهى، وصقور سميا في السماء، صاهرات الخيل كانت مهدنا، وعليها قد توارثنا الإباء. نحن فرسان لنا الخيل مهود، إن دعا الداعي أجبنا للنداء. نحن فرسان لنا الخيل مهود. محارب الركن الأزرق من فلسطين ويمثل أوربان تيم، الوزن تحت 61 كيلوغرام والطول 172 سنتيمتر، متخصص في الجوجيتسو. رحبوا بالمحارب يوسف شعشاعة. الآن محارب الركن الأحمر من الكويت ويمثل نيفر تاب أوت، الوزن تحت 61 كيلوغرام والطول 138 سنتيمتر،
حامل الحزام الأسود في الجودو، رحبوا بالمحارب ناصر المطيري. في هذا النزال الحكم بليك غرايس. Okay, you guys know the rules. We will have a clean fight. You understand? Protect yourself at all times. Obey my commands at all times. Touch them up. We'll fight on the bell. Good luck. All the way back. سيبدأ النزال أعزائي المشاهدين بين ناصر المطيري ويوسف شعشاعة. طبعا ناصر المطيري كان من احد اللاعبين اللي شاركوا في بطولة جي اف سي 3 ولكن لم يحالفوا الحظ. يوسف شعشاعة هو وجه جديد على الفنون القتالية المختلطة واول مرة. طبعا بداية قوية، سبرول جميل من ناصر المطيري، حركة خنق البلاتين. طبعا احنا شايفين الوضعية بعدها مو كاملة، ولكن فعلا هو ماسك ناصر المطيري ماسك اجرين يوسف شعشاعة، فبالتالي بتصير الخنقة اكثر شدة على يوسف. يوسف لازم اول شيء طبعا يحاول علشان يتخلص يطلع رجليه لانه عشان يخفف الضغط عن راسه. حاول تقريبا يوسف الحركة الظاهر انها مو كاملة لانه لاف رقبته. يوسف تقريبا تخلص والان موجود هو في الجارد. طبعا يوسف بيحاول انه يقلل من امكانيات ناصر المطيري. ناصر المطيري طبعا لاعب جودو وهو يمثل نيفر تاب. ضربات مؤثرة على المعدة من ناصر المطيري. الحكم يحث اللاعبين على العمل او ولا راح يوقف الفايت. عرف يتخلص يوسف. ركله جميله من ناصر. يوسف بيحاول ياخذ اللعب للارض برضه نفس الوضعيه، جلاتين حاول ياخذها ناصر المطيري ولكنها صعبه تكون كامله. ناصر المطيري لازم يحط ريوله وهو طويل حوالين خصر يوسف شعشاعة لتكمل الحركة. الجمهور طبعا تفاعل في هذه البطولة اي بدأ الحكم ينبهه عدم الضرب على على الفقرات الظهر ممنوعة. طبعا حاول يوسف شعشاعة يتخلص من هذه الحركة، يمنعه طبعا الحكم من مسك الشورت. اخذوا ماونت. هذه الحين يوسف شعشاعة في وضعية خطرة. الماونت كامل، لازم يوسف يحاول ياخذ. ايوه يوسف قاعد بيعمله صح. ناصر المطيري شغال جراوند اند باوند بشكل جيد. يوسف شعشاعة في وضع لا يحسد عليه، لازم يحاول يقلب يوسف شعشاعة الوضعية. الحين لف ظهره اخذ الانبار، محاولة لاخذ الانبار. يوسف طبعا يحاول يمنعها. ناصر ما شاء الله متغير مستواه تماما في هذه البطولة، هو مسيطر على اللعبة من الاول. يوسف شعشاعة يحاول الان، هو في وضعية في جارد لناصر المطيري. ناصر يحاول انه ياخذ وضعية الخنق المثلث كان في البداية ولكنها فشلت. الآن هو موجود في طبعا يوسف باين عليه انه بدأ يتعب بشكل كبير. بيحكي له ياخذ الجلاتين ولكنها ما كملت. ناصر المطيري طبعا بدأ لكمات جيدة من ناصر. ناصر مختلف تماما مستواه عن البطولة اللي فاتت. طبعا هذا بيتدرب هو عند الكابتن راشد. لازم يحاول يسحب. الحين هو يوسف شعشاعة يحاول يسحب الدبل ولكن هو دائما يقع في مصيدة الجلاتين.
اعطى الارم، اخذ الارم بار، اخذ الارم بار، سهله الامر، ولكن استطاع يوسف انه يلف، استطاع انه يلف يوسف ويتخلص من الارم بار. الحين يوسف يحاول انه ياخذ ولكن هو عدى هذه الوضعيه. يوسف دائما الحين صارت كامله الجلاتين، صارت كامله، صارت كامله تقريبا، ولكنها لا الان مو جايه على منطقه الرقبه. يوسف لافف راسه، فبالتالي تيجي الوضعيه كانها نيك كرانك. طبعا انتهت الجوله، لعب جميل من اللاعبين. طبعا هذه الاثاره، هذه القوه، هذا قوه التحمل في جي اف سي 4 راح نشوفها ان شاء الله في هذه البطوله. شعبيه كبيره بالرغم انه يعني ناصر المطيري طبعا ثاني ظهور له، ويوسف شعشاع اول ظهور، ولكن لمسنا شعبيه كبيره، شيء جميل صراحه. بدا طبعا هذا النزال الجوله الثانيه، طبعا الترقب قياس المسافه، لان يوسف شعشاع الان مو حابب انه ينزل ناصر المطيري، عرف انه ناصر عنده امكانيات على الارض. اخذوا طبعا، ماخذ الظهر يوسف، ماخذ الظهر، لازم يوسف يوسف الحين بده يحطه في وضع وضعيه الجلاتين. الجلاتين طبعا هي الخنق من الرقبه، وخصوصا الضغط على القصبه الهوائيه. حاول سبرول، جميل 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 جميل، السويب هذا اللي صار من ناصر المطيري كان جميل. اسقاط جودو جميل من ناصر المطيري، وانزلوا في وضعيه السايد كنترول. طبعا الكثير من الحركات ممكن يبدا بالارم بار، ممكن يبدا بالكيمورا، الكثير من الحركات اللي ممكن يستخدمها ناصر المطيري. يوسف شعشاع قاعد بيسوي صح، هو قاعد ممكن لازم يلف ويدفع الكيج علشان يقلب ويقلب هذه الوضعيه. الحكم يحث اللاعبين على ضرب. يوسف طبعا بدا اللاعبين، طبعا الجوله الثانيه السبمشن فهي حيكون اصعب، لانه اللاعبين بدا يصير عليهم العرق والتعرق من المجهود. يوسف شعشاعة بيحاول طبعا الاسقاط عن طريق السنجل او الدبل طبعا، بس ناصر المطيري نزل برضه في السايد كنترول. هذا اخذ الماونت، يوسف اخذ الماونت. يوسف لاعب جوجيتسو وطبعا لاعب صاعد وواعد، شفناه في بطوله جي اف سي جرابلينج وحقق مركز ممتاز، لعب مع لاعبين كبار. طبعا بدا التعب يظهر على اللاعبين. يوسف مو عارف يستغل الان هذه الوضعيه، هو يقدر يستخدم الجراوند اند باوند. ايوه بدا يستخدم الجراوند اند باوند يوسف. ناصر طبعا ناصر لاعب طويل، هو يستطيع دفع الارض وقلب هذه الوضعيه، ولكن طبعا من الانهاك. هذا الحين هو في الهاي ماونت، جميل ان نرى هذا العشق للرياضه، لهذه الرياضه، للفنون القتاليه المختلطه في الكويت بهذا الشكل. طبعا الجمهور صار جمهور واعي اكثر واكثر عن هذه البطوله. طبعا ركلات، طبعا ما بيصير اللاعب يوقف اللعبه الا اذا الحكم هو وقفها. ناصر كان عنده اعتراض. جراوند اند باوند، جراوند اند باوند يوسف، جراوند اند باوند يوسف، استغل الماونت بشكل صحيح، ريح في البدايه والان بدا يشتغل على الجراوند اند باوند. جراوند اند باوند جميل يوسف، يوسف يشعل الجماهير، يوسف يشعل الجماهير في هذه الجوله، يحتاج القليل من النسم. طبعا ناصر المطيري في الوضعيه صعبه اللي كان فيها يوسف في الجوله الأولى.
ولكن هذه هي الفنون القتالية المختلطة، ممكن تتغير مسيرة اللعب في جولة. يوسف تعب، يوسف ناصر تعب عفوا، ولكنه قادر لغاية الآن الدفاع عن نفسه. يوسف أيضا تعب، وهو لازم يوسف يضرب ضربات الهامر فيست. أنا فاقد ضربات الهامر فيست من يوسف، ما شفتها، يمكن قلة خبرة اللاعب. وأخذ الآن وضعية كسر المطبخ، وتغيرت الوضعية وأصبح في الجارد ليوسف. طبعا ناصر هو لاعب طبعا جودو متمرس على اللعب الأرضي، نفس ما شفنا، بس التقط أنفاسه وقفهم الحكم. طبعا الماوث بيس سقطت من فم اللاعب. لازم طبعا واقي الأسنان دائما في كل المباراة موجود. بدأ النزال مرة أخرى، الحكم من الوضعية الأولى. بدأ الحكم النزال. ناصر المطيري أنا مو عارف ليش مو قاعد يستغل سترايك بشكل صحيح، لأنه عنده ريتش أدفانتج على يوسف شعشاعة. يوسف شعشاعة خبرته نوعا ما متواضعة في السترايك، لأنه هو بالأساس لاعب جوجيتسو. ناصر دخل في جو الكيج من البطولة السابقة، ونشوف الترقب دائما اللي في أول الجولة. ناصر يوسف شعشاعة طبعا تلقى لكمة، والآن راوند كيك، ولكن دافعها يوسف شعشاعة. أخذ أيضا. أوه يوسف شعشاعة عنده جيم بلان إنه نزل طبعا في الهاف جارد لا يوسف شعشاعة. طبعا على الوضعية غير مؤثرة، إنه يوسف شعشاعة حاطط إجره ما في وضعية الهاف جارد، وبالتالي تعتبر غير مؤثرة. من بدأ الخنق من شعشاعة، ولكنها أيضا غير كاملة هذه الوضعية، لأنها جاية على مؤخرة الرأس. يبدو انه في مخالفة. يبدو انه عط حادثة غريبة صراحة، نقص منه الحكم نقطة. فعلا قرار حكم سليم، ورى طبعا انه اللاعب طبعا عط. طبعا هذه لعبة يعني غريبة من ناصر المطيري، اول مرة نشهدها انه في لاعب ممكن يتصرف هذا التصرف، فعلا شيء مختلف او غريب. ما عندي الوصف اللي اوصف فيه حركة نفس هذه المخالفة، ولكن الحكم اخذ القرار الصحيح ونزل نقطة من ناصر المطيري. طبعا يبدأ الكورنر ليوسف شعشاعة، بحكي له اطلع جنب، ما يرجع لورا، انه سيركل تو ذا ليفت اور ذا رايت. يوسف ضربات لو كيك من يوسف مؤثرة وقصيرة. ايضا يوسف مصر على اخذ اللعب للارض. طبعا لاعبين متمرسين صراحة في الجوجيتسو، واضح من هذا الشيء، ما شفنا لعبة تنتهي في البداية، لأنه اللاعبين طبعا
خبراتهم متساوية، الحركة غير كاملة لأنه يوسف شعشاعة إيده خارج هذا يعني خارج الكلينش اللي مسويه ناصر المطيري، وبالتالي الضغط مو جاي على الرقبة وهي الوضعية التي تؤدي إلى التثبيت. ما في نوعا ما يوسف طبعا ماسك رجل ناصر المطيري علشان يخلي الوضعية أقل تأثيرا ويخلي ناصر ما يقدر يلم رجليه على يوسف شعشاعة. الحكم طبعا يحث اللاعبين على بداية العمل. الكورنر بحكي له لازم تدفعه إلى جهة القفص لكي يتخلص من هذه الوضعية. يوسف بيقدر يلف على للجهة إيده اليمين ويفتر علشان يخلي ظاهر ناصر المطيري على الأرض. عمل مخالفة، ضربه على رأسه، وهو في وضعية الوضعية الأرضية. الحكم أخذ الإجراء الصحيح. لو كيك من ناصر المطيري. يوسف أيضا يوسف يسوي الكلينش. الحكم بيحكي ليوسف شعشاعة انه ما يمسك القفص، لانه اللاعب يستطيع ان يستند على القفص ولكن لا يستطيع مسكه. ناصر المطيري مضيع من نفسه كثير جراوند اند باوند، بيقدر عفوا اللكمات يقدر يستخدمها الان. ايوه بدا ناصر ولكن ممكن تكون على الوجه مؤثره اكثر. يوسف شعشاعة واضح انه سيرال يار أوربانتين عامل مخطط صحيح، جيم بلان صح. لا هذا النزال لانه هو مخرب على ناصر الريتش. شوف مخرب على ناصر الريتش. ناصر عنده ريتش طويل جدا لطول قامته، ولكنه الخطه اللي عملها يوسف شعشاعة ما خلته يعرف يستغل هذا الريتش. والان لازم اللاعب يبدا يتحرك علشان تنحسب له النقاط. اسقاط جميل من ناصر، ولكنه في وضعيه الهاف جارد ليوسف شعشاعة. الحكم طبعا يبدا ينبه اللاعبين ولازم يشوف حركة، لازم يشوف أكشن من اللاعبين ولا راح يوقفهم. 10 ثواني وتنتهي الجولة الأخيرة. انتهت الجولة والآن نذهب إلى قرار الحكام. بإجماع القضاء فاز لاعب الركن الأزرق يوسف شعشاعة. والآن تكريم البطل يوسف شعشاعة. تحية للبطل. يعني يكرم البطل أسطورة بناء الأجسام روني كولمان والسيد رئيس منظمة جي اف سي عادل ووان. رجعنا لكم من بعد الفاصل وبعد ما شفنا المباراة، طبعا مبارك حق البطل يوسف شعشاعة ونقول حق اللاعب ناصر المطيري هارد لك ناصر. طبعا صالح في نقطة أبيك توضح هو سبب خسارة ناصر المطيري. لاحظنا المباراة كان فيها تكافؤ بس كان في سبب رئيسي يرجع أنه وراء خسارة ناصر المطيري.
ناصر في الجولة الأولى اشتغل يعني بشكل جيد، عمل تيك داون كذا مرة، عمل ماونت، خلى يوسف شعشاعة في وضعيات سيطرة. ترجيحي طبعا أنه ناصر المطيري كسب الجولة الأولى. الجولة الثانية كانت تميل إلى يوسف شعشاعة لأنه كان في أغلب المباراة هو مسيطر وحاطط ناصر المطيري في الوضعية الأرضية، وكان عليه ماونت أكثر من مرة أو مرة ما أذكر، ولكن بترجيحي أنه يوسف شعشاعة كسب هذه الجولة. بشكل عام المباراة كانت 60% أو أكثر شوي، يمكن 65% كانت لناصر المطيري. ولكن في شيء يعني غريب وأنا تكلمت عنه أيضا في التعليق اللي صار، أنه ناصر المطيري عض يوسف شعشاعة لما كان يوسف شعشاعة في الأرض وكان ناصر المطيري في الماونت. الحكم بعدين يوسف نبه الحكم وحكى له انه هذا اللي صار، اعترض المدرب فالحكم اضطر انه يوري المدرب هذه الحادثه وراء اثار العضه. هذا هو الخطا الاول على ناصر المدرب. هذا الخطا الاول ترى يعني الحكم يعني نوعا ما تجاوز عن هذا الموضوع. يعني العاده ان الحكم مفروض انه في هذه الحاله ممكن يعمل يعني عنده القانون يسمح له انه يسوي ديسكواليفيكيشن ويخسر ناصر، لانه في اخطاء ممكن تحدث من السرعه. يعني ناصر المطيري عمل خطا ثاني اللي هو ضرب بالركبه على يوسف شعشاعة لما يوسف شعشاعة كان في الـ يعني ثلاث نقاط من جسمه كانت على الارض. احنا بنحكي اللاعب في الوضعيه الارضيه، شرحناها يمكن اكثر من مره بس خليني اوضحها لاعزائي المشاهدين، انه اللاعب لما يكون في الوضعيه الارضيه بتكون ثلاث نقاط من جسمه على الارض، يعني ممكن ايد ورجل وركبه او ايدتين ورجل، اي ثلاث نقاط من جسم اللاعب على الارض بتكون اللاعب يعتبر في الوضعيه الارضيه. لما اللاعب يكون في الوضعيه الأرضية ممنوع ضرب اللاعب بالركل أو بالركبة على وجهه. طبعاً صالح مرات بس عفواً سعود، مرات هاي الأمور بتصير يمكن مع سرعة الفايت تمام، ولكن الخطأ اللي كان غريب خطأ العضة اللي خسر ناصر هذا النزال. الترجيحي إنه كانت الجولة الأخيرة أغلبها كانت لناصر، ولكن ناصر الحكم خصم منه نقطة واتخذ طبعا هذا اجراء صحيح، ويمكن هذا اقل اجراء كان ممكن يتخذه الحكم ضد ناصر، خصم منه نقطه، وبعدين على موضوع الركبه خصم منه نقطه ثانيه. فمستحيل لاعب يفوز في فايت يكون مخصوم منه في نقطتين. صالح انا اعتقد ان اللي صار مو عدم قدره ناصر على السيطره، هو اللي صار هو يمكن مثل ما تقول قله خبرته، او ان يمكن مثل ما تقول يعني ان هو الناس ما قلت هو قله خبره ناصر المطيري هو خلتها يستخدم الشغلات، انه شفنا المباراه ما كان مضطر هو يسوي الشغلات أبداً. اللي ايه ناصر شوف احنا يعني برغم اللي صار احنا ما بنمل انه نشوف ناصر في هذه المباراه او في المباراه القادمه، بس يعني احنا نحب ننبه انه اللاعب مرات يعني انا متاكد ناصر كان عامل يعني برنامج ومعسكر كبير جدا، انت ممكن واكبر دليل اداء بالمباراه الاداء غير هيك انك انت ممكن تهد تعبك وتعب المدرب والمدربين اللي تعبوا معك في غلطه بسيطه انت ما كان عندك اضطرار انك تسويها، خرجت اعصابك يعني خرجت عن اعصابك في 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 ثواني من النزال تؤدي الى انك بالاخر تخسر. ولكن هذه هي الامام ايه، الخطا محسوب، دائما الخطا ممكن يرجع على اللاعب. بنبارك طبعا لا يوسف شعشاعة. يوسف شعشاعة ايضا يعني خلينا ما ننسى اداء يوسف شعشاعة في هذا الفايت اللي انا صراحه فاجأني فيه، خصوصا انه يوسف شعشاعة هذا اول ظهور له. احنا معانا في الاستوديو الكابتن عبد الله الصقعبي والبطل يوسف شعشاعة، خلينا نشوف ضيوفنا ونشوف اراء البطل يوسف شعشاعة والكابتن عبد الله الصقعبي، ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين رجعنا من بعد الفاصل، اليوم ويانا ضيوف جدا مميزين، ويانا الكابتن القدير عبد الله صقعبي واللاعب البطل يوسف شعشاعة. أرحب فيكم اليوم ويانا باستديو جي اف سي. يا هلا ومرحبا فيكم. أهلا فيك. البطل يوسف شعشاعة طبعا ما شاء الله عليك انضميت إلى الأبطال جي اف سي. يوسف في بداية هذا السؤال تقليدي دائما أسأل الضيوف اللي لنا خصوصا الأبطال، أقول لك شنو جي اف سي ضافت لك؟ والله الجي اف سي الصراحة كانت خبرة كثير حلوة لي، أو كأول بطولة لي، وكثير شعور غريب أول مرة بدخل هيك شيء،
كثير انبسطت فيها الصراحه. يعني حدثني اقصد عن مثلا الجانب الاعلامي، هل حسيت انه مثلا مع انه ما صار وقت كبير على انتهاء البطوله، هل حسيت انه في مثلا تقول مردود من ناحيه الاعلام، من ناحيه الناس قامت تعرفك، من ناحيه الجماهير؟ والله هذا الشعور كثير حلو انه هيك يعني من هالكميه وهالناس، انبسطت الصراحه. وايش مرتب كابتن عبد الله، كلمنا عن اعدادكم لهذه البطوله، ونحن عرفنا انه كان في وقت قصير جدا انضمام البطل يوسف شعشاعة للفريق الكبير فريق أوربان تيم. بالبدايه احب اشكر منظمه الجي اف سي لان خلت مكان عشان شباب الكويت يبرزون مهاراتهم ويبرزون قدراتهم، فشكر لكم وعلى الجهد الحلو هذا. بالنسبه حق استعدادات البطل يوسف شعشاعة، يعني نفس ما تقول اقرب الى المعجزه، كان فتره قصيره ما تتعدى 10 ايام. اغلب المدربين ما 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 لا سووا له خطه، لا سووا له شيء. احنا ركزنا على خطه معينه باستراتيجيه معينه للعب الاخ ناصر الذيب، اعتمدنا على البطوله اللي طافت، فالحمد لله توفقنا فيها. كلمنا عن الفريق، يعني فريق أوربان تيم هو متخصص في ايش وكيف نشأته، ويعني الجيم بلان اللي بالاخر او البوتنشال الموجوده في هذا الفريق ان تتاهل انه تصنع بطل في خلال 10 ايام، هذا شيء يعني ما شاء الله كبير. شكر لك. أوربان تيم كانت الفكره موجوده براسي يمكن اول ما رجعت الكويت. الهدف يعني رجعت الكويت من وين؟ بس من بريطانيا، كنت ادرس بريطانيا، ويعني انا تعلمت الجيوسو من هناك. كان في حزم متقدمه وايد، فانا كانت امنيتي ان تصير أن يصير المستوى اللي ببريطانيا يصير نفسه بالكويت. ولكن رجعت الكويت انصدمت ان اغلب المدربين مو متخصصين، يعني موظف ويدرب. فقلت انا ليش ما اجيب مدرب متخصص بالجيوسو، على اساس ان اكتشفت انا بالفتره اللي قعدت يعني الفتره اللي تدربت فيها بالكويت، اكتشفت ان شباب الكويت في بوتنشل عندهم، يعني في امكانيات اذا حطيت عليهم مدرب متخصص. خاصة ان فيهم طاقه، يعني في طاقه، في طاقه، يعني بدال ما مثلا يروح مثل ما تقول هاوي او مجمعات او اي كان، هذه طاقه انا يعني اعتقد هي هذه طاقه يحتاج يفرغها في النادي تحت تدريب مدربين اكفاء. وبالعكس اعتبر هذه خطوه سويتها حيل ايجابيه، وكتخدمه انك تجيب لهم مدرب محترف من فرنسا. فعلا فعلا، فنفس ما تفضلت فعلا شباب الكويت يتمتع بطاقه، ويصير هذا التفريق له شغله ايجابيه اللي هو اكبر دليل الانجازات الخارجيه اللي قاعد يبونها. فعلا. ابيك تكلمنا عن البطل يوسف شعشاعة، اول ما شفته هل حسيت ان انا عبد الله اذكر بالبطوله انت قلت لي شنو توقعاتك؟ ايه، فانا قلت عكس التوقعات، فانت قلت لي راح تشوف. انا حسيتك انك عندك ثقه بلاعبك يوسف شعشاعة ما شاء الله، وصدق اثبت لنا انه صدق هو جدير بالثقه. شوف اخ سعود، انا لو اني ما وثقت فيه عرفت، وشفت ويعني شفت شغله يمكن باقي المدربين ما شافوها، كان ما نفس ما تفضل اخ صالح بالاستراحه قال ان قامرت بسمعه النادي، واني احط سمعه النادي اللي توني بطلتها على استعداد واحد بعشرة ايام. يعني اهم شغله باللاعب، يعني الماستر ساليو ريبيرو قال، هذا مدرب جوسو مشهور، قال انا ادربك كل شغله بس ما اقدر ادربك الهمه او الاستعداد او القلب، عرفت؟ انا شفت السالفه هذه بيوسف، فقلت انا حرام شخص نفس هذا يعني ما يحصل الاستعداد اللي مفترض يحصله. شفته يعني بمعنى اخر شفته مو لاعب انهزامي، لاعب عنده همه وفي اصرار يعني. أكبر دليل على ناحيه الاصرار، مثلا في لاعبين ينطر غلطه من اللاعب الخصم اللي ضده، طبعا هذا مو غلط، بس بعض اللاعبين ينطر غلط من اللاعب الخصم اللي ضده ويقول خلاص ماني مكمل المباراه انا فايز. لاحظنا يوسف بالعكس ما حاول ظل يكمل المباراه، رغم خصمه انه سوى غلط واثنين عادها، بس يوسف لاحظنا ان عزيمته باللعب، يعني كان بيقدم اداء يعني يعجب الجماهير، يعني اشوف عزيمه جدا كانت قويه فيه. تصدق سعود على النقطه هذه، يعني حتى كلمت البطل يوسف قلت له انا بعد المباراه هذا سواء فزت او خسرت على الاداء اللي انت سويته والاداء الرجولي واللي امتع الجمهور، صح. انا بالنسبه لي هذا كفايه، لان بالنهايه هذه رياضه، عرفت شلون؟ فعلا الفوز والخساره يظل فيها جانب كبير منها، ولكن اهم شيء الاخلاق، وانه يعني وانك تمتع الجمهور. يعني يوسف واحب احييه على اداء الرجولي بثلاث 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 مباريات بالثلاث جولات، اعطى كل اللي بقلبه، عرفت؟ وهذا انا عندي بالنسبه لي، وهذه فلسفه نادي اهم شيء. تفضل. طيب. يوسف كلمنا عن الفايت، كيف بدا بالجوله الاولى، حسيت نفسك في مأزق في بعض الاماكن في الفايت، كيف عرفت تتخلص منها من خلال الخطه اللي تم اعدادها في فريق أوربان تيم؟ الصراحه بالبدايه انا
من منظر الجمهور كان الوضع شوي لانه مربك. جديد اول مره علي مربك كان وبيوتر شوي. لما طلعت الجوله الاولى اخذت زي ما قلت انت اول شيء عن الستامينا، حسيت الضغط علي هيك من اول جوله، فقبل ما تعودت على الجو شوي. بالجوله الثانيه تحسن الوضع، الجوله الثالثه برضو تعودت اكثر واكثر، كانت تجربه حلوه. لاحظت انا صراخ الكابتن سيرال الكابتن الفرنسي كان بيصرخ بيحكي لك هيب سكيب هيب سكيب طول المباراه، وكان يوجهك مرات تاخذ، هل كنت تتفاعل مع الصوت؟ هل كنت مصغي له؟ فعلا احنا قبلها كنا نتدرب، كان مدربني بالنادي بس كيف انه اطلع عليه واسمعه. واو. كان شيء اساسي هذا، طبقت اللي قال لك اياه الكابتن بحذافيره. فعلا تصدق هاي نقطه جدا حساسه سعود، انه في تدريب انك كيف تسمع، لانك انت بس تدخل في الكيج يمكن وانت طبعا ادرى مني بتدخل تنفصل عن العالم، حتى مدربك بس يحكي لك الجمهور اشتفات. طبعا اكيد في جمهور تحاول تشتتك، هي تكون طبعا جمهور اللاعب الخصم، فاعتقد هذا شيء صدق كان يحتاج تمرين. وانا اعتقد ترى اول لاعب يقول ان المدرب كان يهيئه عشان شلون ياخذ الاوامر منه هو داخل الحلبه. يوسف ما شاء الله عليك، يعني انت الحين تو قلت لي ان عمرك قبل طبعا اللقاء ان عمرك 18 سنه، وانت اعتقد ان بدايه مشوارك، هل انت يعني مثل ما تقول راح توعدنا انك تقدم المزيد والمزيد، ولا هي بس هذه تجربه، ولا بس هوايه، ولا انت ناوي؟ قول لنا عن خطتك. لا باذن الله انا ناوي اورجيكم، جاي بدي اشد ان شاء الله بالتمرين، وبتشوف لعب ان شاء الله بعجبكم، تمرين احسن ان شاء الله. يعني الحين راح يمكن من خلال المباراة شفت إيش النقاط اللي أنت محتاج إنك تطور فيها، كلمنا كيف راح يتطور يوسف شعشاعة في البطولات القادمة، يعني من خلال الخطة اللي أنت حطها في بالك ورسمت طبعاً من فريق أوربان تيم. طبعاً إن شاء الله أنا بدي أقوي حالي بالستاندينج فوق. نعم. بدي أقوي حالي عامة كل شيء، بس بدي أركز فوق الستاندينج عشان أضبط الوضع فيه. أنت بتذكر كنت لما تكلمني عن المشاركة كنت يعني حريص، كلمتني وانت خارج الكويت، شو اللي خلاك يعني عندك هذا الحرص انك تشارك في منظمة جي اف سي؟ شو اللي خلاك عندك هذا الاصرار؟ كلمتني يمكن اكثر من مرة وما اتحت لك الفرصة، بعدين انا اتصلت عليك وحكيت لك يوسف يلا جهز حالك للمباراة. انا لانه الصراحة حبيتها كثير، عجبتني هاي المنظمة، كنا من يومنا بنشوفهم من احنا صغار بالتلفزيون، فاول ما اجت هون بالكويت عجبتني الشغلة، فهم كيف؟ نعم. وما شاء الله كبرت بطريقة مش طبيعية وانتشرت حوالين اكثر من بلد، ومن برا حتى صاروا يحكوا معي عن المنظمه هاي قرايبي والهاويين بهالشغله، فانا حبيت هاي الشغله واجيت اتمرن وكان يعني بالضبط. احنا يوسف هدف منظمك لتسليط الاضواء على اللاعبين، يعني انتوا بالاخير اول وتالي انتوا نجوم الحدث، انتوا ابطال هذا الحدث، انتوا اللي تساهمون انه في مثل ما تقول متاع الجماهير. عبد الله انا سالت اللاعب عن مخططاته، انت كنظرتك فيه هل يستطيع يوسف تقديم المزيد؟ هل انت ابيك تقول لي انت المخطط اللي راسم لي اياه؟ المستوى اللي طلع فيه يوسف شعشاع بالبطوله هذه كان يعني ثمره اعداد 10 ايام، فتصور انا لو يصير عندي مده شهر ولا شهرين يعني على اساس انه ولا 6 اشهر نعم نفس ما تفضلت، عرفت شلون؟ فراح نشوف ان شاء الله يعني نفس ما تقول هذا يعني بدايه الطريق له يعني، والحمد لله يعني ان كان التوفيق من الله الفوز، ولكن ان شاء الله ان شاء الله البطوله الجايه اذا سنحت لنا الفرصه ان شاء الله ان نلعب بمنظمه كبيره نفس الجيبسي راح نشوفون مستوى اكثر، راح نشوف نحن نغطي اكيد. احنا ما شاء الله يوسف نتشرف ان لاعب نفس يوسف صاحب اراده وصاحب قوه، بس ما قلت 10 ايام تجهيز وهذا الاداء، فما بالك لو يكون 6 اشهر او 5 اشهر. احب اذكر ان امانه الناصر المطيري يعني كان خصم جدا شرس، خصم ما شاء الله متمكن فعلا. فانت فكره انك قدرت توقف قدام الخصم واستطعت الفوز هذا انجاز بحد ذاته كبير كبير. سعود عبد الله يشاطرنا طبعا نوعا ما هموم الجي اف سي من ساعه ما نشئت. عبد الله يشاطر العوامل الاساسيه في انجاح هذه المنظمه حقيقه، قال الكلمه بحقك يا عبد الله. يشاطرنا الطموح، يشاطرنا الامل انه يصير في عبد الله. احنا يمكن كنا نتكلم زمان عن المنظمه، اليوم هل تتوقع انه احنا كنا نتوقع في هذاك الوقت وقبل سنه يعني احنا نتكلم عنه كانه تاريخ كبير انه نوصل لهذا المرحله انه احنا يصير في سوق سوداء برا لبيع التذاكر؟ فعلا هذا الشيء صار. اولا انت ما تتصور سعادتي إن يعني ان انا بالكويت قاعد اشوف منظمه للفنون القتاليه المختلطه بهذا المستوى رقم واحد، لانها بالنهايه هذه بطوله للشباب الكويت. يعني انا كلاعب جوسو اذكر، وحتى يعني اغلب لاعبين جوس وشاطرون السالفه هذه قبل، كنا يعني نطق تذاكر ونروح دول ثانيه على اساس نتمرن. صح.
على اساس اسف نشارك بطولات. الحين هذه البطوله بطوله ام ام اي موجوده بالكويت، ولو كان تنظيمها صارت محل يعني محط انظار العالم فعلا. ترى الناس يعني الناس اللي ما تعرفه يعني ان اخبار الجي اف سي قامت تصير مواقع عالميه نفس شيردوغ. صح، فهذه شغله تثلج الصدر. وغير كذي يعني هذه مع ان ترى الجي اف سي الحين جي اف سي 4 هذه صح عبد الله، بس تفضل. اضيف على كلامك، طبعا انا ما ازكيك ولا يعني امانه يعني ان بقول كلمه حق اعزائي المشاهدين، اذا كان يعني منظمه جي اف سي في جنود مجهولين يعني انتم يمكن بس تشوفون سعود صالح وعادل ووان واللاعبين، طبعا المدربين لهم فضل كبير والنوادي الكبار لهم فضل كبير، هم بالفعل عواميد. لما نقول عواميد اساسيه عبد الله، انتم بالفعل عواميد الاساسيه اللي ساهمت في انجاز. احرجت عبد الله. لا ما هذه كلمه حق طيب انجاز. الحين بدنا نتكلم عن اوربن تيم، بدك تحكي لنا كلمه اخيره عن اوربن تيم. انا بعد ما اخلص البرنامج انا اول واحد راح اجي العب. متحمس جدا اني العب ضمن فريق اوربن تيم. فاعطينا نبدا كيف نوصل ل يعني في 20 ثانيه كيف نوصل لاوربن تيم او الجماهير يوصلوا لاوربن تيم. اوربن تيم يعني اذا كنت عندك حساب انستغرام تقدر تحط اوربن تيم كويت، راح تحصل الارقام اللي تقدر تتواصل فيها عن طريق واتساب. اقدر راح نشوف اسف راح تصير في مواعيد التدريب والمكان اللي متواجدين فيه ان شاء الله. عبد الله صقعبي والبطل يوسف جحشاع، احب اشكركم على تواجدكم باستديو جي اف سي، وان شاء الله اشوفكم البطوله القادمه. اشكرك. شكرا كثير. اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا، نتمنى انكم تكونوا استمتعتم فيها. اللي يحب يتواصل معنا من خلال موقعنا على الانستغرام جي اف سي ام ام اي او الويب سايت جي اف سي داش ام ام اي دوت كوم، او يتواصل معنا من خلال تويتر @وان بروتين. أعزائي المشاهدين قبل ما نختم في كلمة مهمة يوسف جاي بيقولها. طبعا حاب أشكر الكابتن حمد الوحير على التعب والمجهود اللي سواه معي. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، نشوفكم بأسبوع القادم، مع السلامة.